أنا استقبلت اليوم السيد النائب العام. أنتم تعرفوا العلاقات المغربية السعودية هي من العلاقات النموذجية في العالم العربي وفي العالم ككل، ولذلك نحن متفقين على جميع الملفات وعلى جميع الخطوات، وكذلك قررنا أن نوطد هذه العلاقة لما في مصلحة الشعبين ووفقا لتعليمات خادم الحرمين الشريفين وصاحب وكذلك جلالة الملك. لذلك تأكدوا بأن هذه العلاقة مطمرة وإيجابية وفيها مصلحة كبيرة للشعبين. شكرا لكم. Yeah.